بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو البيان الثاني مني أنا المستشار الإعلامي دكتور معتز صلاح الدين، رئيس شبكة إعلام المرأة العربية. بيان موجه إلى قيادات الشبكة في 18 دولة عربية وفي المهجر، وإلى عضوات الشبكة في 18 دولة عربية. أود أولاً أن أطمنكم أننا قمنا بالواجب الذي يمليه علينا دورنا وضميرنا الوطني تجاه أزمة كورونا، فقد أطلقنا في هذه الفترة القصيرة العديد من المبادرات التي كتب لها النجاح بحمد الله والتي ما زالت مستمرة. فقد وافقت الهيئة العليا الأسبوع الماضي على مقترح الإعلامية الأستاذة الشيماء عماد الدين منسق عام الشبكة بخصوص مبادرة أقفل 10 أسر. وأود أن أطمنكم أن هذه المبادرة يتم تنفيذها بشكل فعال وبشكل متميز من عديد من قيادات الشبكة في الدول العربية المختلفة بشروط المبادرة، وهي أن تقوم كل قيادة من قيادات الشبكة بمساعدة الأسر الفقيرة والأسر التي تضررت من أزمة كورونا قدر الإمكان وفي محيط سكنهم، وأن يتم ذلك بدرجة عالية من السرية والحفاظ على كرامة تلك الأسر. أيضا شكلنا منذ أيام بحمد الله لجنة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا ومواجهة تداعيات هذه الأزمة الخطيرة، واللجنة تضم رئيس الشبكة والأمين العام السفيرة ابتسام زيدان من فلسطين، وتضم الدكتور محمد أبو ذكري من مصر رئيس لجنة الصحة، والدكتورة الحسنى حمدي من المغرب مستشارة الشبكة. وقد نشرنا بيانا على نطاق واسع بخصوص الأرقام التليفونية التي تتلقى اتصالات المواطنين في 18 دولة عربية، وقدمنا وما زلنا وسنواصل تقديم الدعم الصحي والدعم النفسي والدعم المعنوي والدعم المعلوماتي والدعم الإعلامي والدعم القانوني لكل من يلجأ إلينا. والحمد لله اللجنة تقوم بعملها على أكمل وجه الحمد لله. أيضا شاركت العديد من قيادات الشبكة وأنا منهم في عدة برامج وأفلام قصيرة توعوية، آخرها مشاركتي في عدة أفلام توعوية مع عدد من نجوم المجتمع تحت شعار خليك في البيت، وتذاع حاليا على القنوات المصرية ومنها قناة طيبة الفضائية القناة الثامنة. أيضا نتابع يوميا مع قيادات الشبكة تطورات الأزمة كورونا في الدول العربية، ولعل هذه الأزمة قد أثبتت صدق رؤيتنا، حيث أننا أطلقنا قبل عام مبادرة استعادة دور الأسرة والمدرسة والإعلام التوعوي، وهي أزمة كورونا تنجح في استعادة دور الأسرة وفي التئام شمل الأسرة في هذا الظرف الصعب، وفي الدعم المعنوي والنفسي الذي تقدمه الأسرة لأبنائها، وفي أيضا الوقاية الصحية لهم. وأيضا عاد الإعلام التوعوي ليؤدي دوره بعد غياب طويل، حيث يقوم بتوعية المواطنين بمخاطر المرض الكوفيد-19 أو هذا الفيروس الخطير اللعين وكيفية الوقاية منه. ونحن شاركنا أيضا برسائل توعوية تلفزيونية وبالعديد من الكتابات المنشورة في المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام وكافة وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا كانت هذه الأزمة فرصة لتفعيل مبادرة لا للطلاق التي أطلقتها الإعلامية الأستاذة دولة عماد القيادية في الشبكة منذ 5 سبتمبر الماضي، وقد تراجعت معدلات الطلاق داخل الأسر العربية بفعل هذه الأزمة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه المعدلات المنخفضة. كما نجحت مبادرة أنا إنسانة فلا تؤذيني التي أطلقتها الإعلامية الأستاذة الشيماء عماد الدين منسق عام الشبكة أيضا في أن تقوم بدورها في هذه الفترة الصعبة والحرجة في مقاومة ومكافحة العنف ضد النساء، وهو الذي تراجع بفعل هذه الأزمة. أخيرا أوصيكم وأوصي نفسي باتباع كافة التعليمات الصحية واتباع القرارات الحكومية من البقاء في المنزل ومن وسائل الوقاية ومن وسائل مواجهة هذا الفيروس الخطير. وقانا الله وإياكم شر الأمراض وشر هذا الفيروس الخطير، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.